فما هي صيغة الأذان والإقامة أو كيفيتهما كما وردتا في كتب السنة؟ لأنه أحيانا يوجد بعض الاختلافات في بعض البلاد حول صيغة الأذان والإقامة. معلوم أن الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة، وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا. وألفاظ الأذان هي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاثة، هي: الأولى تربيع التكبير الأول، أي يقال 4 مرات، وتثنية باقي الكلمات، أي تقال 2 مرات بلا ترجيع، أي قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله سرا قبل الجهر بهما، ما عدا كلمة التوحيد وهي الآخرة فتقال 1 مرة، فيكون عدد الكلمات 15 كلمة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. الكيفية الثانية تربيع التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين، كل شهادة تقال 2 سرا، والباقي كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات 19 كلمة، كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه 5 أحمد وأصحاب السنن 4، وقال الترمذي حسن صحيح. الكيفية الثالثة تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين، والباقي كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات 17 كلمة، كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه مسلم. وألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان بزيادة قد قامت الصلاة قبل التكبير الأخير، ويمكن أن تؤدى بكيفيات ثلاثة، هي: الأولى تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة وهي كلمة التوحيد، فيكون عدد الكلمات 17 كلمة، كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه 5 وصححه الترمذي. الثانية تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة، وإفراد سائر الكلمات، فيكون عددها 11 كلمة، كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وفيه: ثم تقول إذا أقمت: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الكيفية الثالثة للإقامة، هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة قد قامت الصلاة، فتقال 1، فيكون عدد الكلمات 10 كلمات، وقد أخذ مالك بهذه الكيفية لأنها عمل أهل المدينة، وإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة كما قال ابن القيم. من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة وكلها صحيحة، ولا داعي للتعصب لأية كيفية، والله أعلم.